الفترة صعبة وضغوطات من كل الناس. كان في ضغوطات كبيرة. لو اسمه يفضل النادي الاهلي، شكل مجلس الاداره كله يا استاذ طارق في الازمات اللي حصلت اللي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي كان شكله ايه؟ لا هو بس مش ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي، هو الطبيعي ان انت وانت موجود بتدير مكان في حجم النادي الاهلي عادي جدا بيبقى فيه عندك اهداف، طموحات، تحديات. جميل. ازمات. الأزمات. هو ده عامل كبير شخصية ما يعني حضرتك لو في كيان صغير لا يبقى عنده لا اهداف ولا تحديات ولا طموحات ولا ازمات. الكيانات الصغيره مش ازمات، انما لا وازمات برضو ممكن. انا قصدي الضغوطات الخارجيه اللي حضرتك. الازمات دي على فكره كلمه ازمات دي متعارف عليها برضو في المؤسسات الكبيره، ان انت في بعض الاحيان بتدير ازمه. يعني مش معناها ازمه بالمعنى اللي هو الدارج لا، يعني ازمه ممكن يكون في وقت من الاوقات وانت بتدير ملف معين ممكن يكون الامكانيات الطموحات اكبر من الامكانيات الموجود، ممكن يكون حاجه كتير. يعني الحمد لله احنا بنتكلم على الازمه بمفهومها العام ولا المفهوم لا الازمه لا. لا انا بتكلم على الضغوطات اللي كانت اللي تحملها النادي الاهلي في الفتره الكبيره، ضغوطات كبيره جدا جدا من مختلف المناحي. هقول لحضرتك برضو ما بتكلمش على الازمات اللي هي الازمات العاديه اللي بتحصل ده طبيعي في المؤسسات الكبيره. الكلام ده طبيعي. والتميز بتاعك هو في اداره الازمه. جميل. في المؤسسات الكبيره ده طبيعي جدا. مش اي حاجه بقول لحضرتك لو كان صغير لا عنده لا اهداف ولا طموحات ولا ازمات ولا اي مشاكل بيبقى ماشي ولا في اي مشكله. انما الكيان الكبير هو كده لازم ادارته كده. وان الانطلاقه والا ما كانتش الانطلاقه الكبيره دايما بتحصل، لان في تاريخك وحضرك وبكره ان شاء الله كم انطلاقات كبيره بتحصل. جميل. بتحصل من ايه؟ من دايما بيبقى في الكلام ده. لو في عدم في او ما يعني عايز اقول لحضرتك اوضح اكتر، لو في عدم ادراك ليها او الحاجات مش مخطط ليها لا دي بقى قصه ثانيه. انما انت وانت شغال لا عندك في ريسك، في مخاطر، في حاجات كتيره قوي ممكن تتعرض ليها. وهو ده النادي الاهلي. في نفس الوقت الحمد لله مجلس اداره كله بقياده كابتن محمود خطيب. كابتن محمود خطيب تعرض وهو قبل كده في مجلس الاداره مع اولا ما بنقول ملف الكوره، هو كان شريك في كل الانتصارات اللي حصل قبل كده مع كابتن حسن حمزه وكان بيدير ملف الكوره. بالظبط. يعني بالزبط. في نفس الوقت حصل قبل كده، مش بنقول ان احنا كمشجع وكلنا وكابتن محمود كلنا لهفين ان الفرقه تبقى اعلى ما يكون النهارده قبل بكره. اكيد. مش معناه ان احنا بنقول ان ما حصل في تاريخ النادي الاهلي في فترات كتيره ان بيحصل دروبات عادي جدا. بس يتم التعامل معها ازاي؟ وده الحمد لله اعتقد الفتره الاخيره بكل يعني بكل الادوات المتاحه قاد كابتن محمود بصلته مسؤول عن ملف الكوره. الكلام ده يعني اللي هو يلبي ان شاء الله طموحات وجماهير النادي الاهلي. الجديد على القصه ان بقى في منافذ الاعلام والسوشيال ميديا متعدده. وفي نفس الوقت الحمد لله عندك الناس اللي موجوده في المجلس عندهم من الوعي الكامل. جميل. اللي هي من التعامل مع الكلام ده. تحكي لو بصيت على الناس اللي موجوده الحمد لله كل واحد فيهم له مكانه في عمله وله، وعندك رجال اعمال ناجحين في عملهم، ففي الادراك الحمد لله بالازمات وبالتعامل مع المشاكل. وغالب علينا كلنا اهلاويتنا. فيعني فالقصه الحمد لله ما بتمثلش بالنسبه لينا ازمه. فالنادي الاهلي الحمد لله بمنطق الازمه اللي هو بقى الدارج لا عمره ولا كان في ازمه ولا هيكون في ازمه. جميل قوي. هو بيبقى نوع من النادي الاهلي حاجه جميله قوي في مصر. دايما بنقول هو حاجه جميله يعني في كل مكان، هو نعمه موجوده في الوطن العربي كله. فاي هو كان الكبير الجميل هو كده. اي دروب، اي سوء نتائج في اي لحظه، عدم توفيق، الكلام ده كل العالم لهوف، العالم العربي كله لهوف، النادي الاهلي مركز معاه لازم يقوم. واحنا مدركين لكده. يعني لقيمه وقامه ومكانه النادي الاهلي. فالحمد لله الكلام ده ما بيمثلش لاعب ولا بينتج عنه اي مشاكل تخلي ان في نوع من عدم الادراك في التعامل مع الكلام ده. جميل قوي. بس يعني عايز اتكلم برضو في نقطه تحديدا يا استاذ. حضرتك بتتكلم على ازمه اللي بيحصل في النادي الاهلي ان هو الفرقه يعني بتريح شويه، مش بتريح يعني بتنام، لا الفرقه بتهبط شويه مستواها، بيعلى شويه مستواها، ده وارد وده حصل كتير جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي. لكن انت بتبقى بتجيلك مشاكل، بتتصدر لك مشاكل. بتصدر لك مشكله
بتصدر لك انتقادات كبيره جدا اساسا وانت مفيش حاجه، زي ما حضرتك بتقول مفيش عندنا ازمه اساسا يا جماعه، احنا ما عندناش ازمه، لكن مختلقين الازمات، مفتعلين المشاكل، اللي عايزين ينالوا من النادي الاهلي. هو دي الدايره اللي بتكلم فيها. المجلس اتحملها كويس قوي، كان في تكاتف كبير جدا مع حضراتكم مع الكابتن محمود الخطيب، ده اللي بتكلم فيه تحديدا، مش بتكلم على الازمات العاديه اللي هي بتحصل على مدار حاجه. انا مدرك طبعا طبيعه السؤال، وفي نفس الوقت باكد لحضرتك ان احنا الحمد لله في نوع من التوازن النفسي عند المجلس كله، اللي هو بيتم التعامل مع الامور دي ازاي. لان في النهايه انت زي ما اقول لحضرتك في اهداف، في طموحات، في حاجات كتيره قوي، انت لو تفرغت لتناول حاجات تانية بعيدة عن شغلك يبقى انت ما بتشوف شغل. جميل. في نفس الوقت التفاصيل اللي هي انت عندك في، لو كلمنا عن النشاط الرياضي، اجهزة فنية انت مسؤوليتك اختيارها على اعلى ما يكون، وحاجات كتيرة قوي، وتوفر كل الامكانيات المتاحة، وفي نفس الوقت بتحاسب في نهايتها، او لو حصل مرة واحدة أدرك المسؤول عن الملف إن في لازم تغيير يحصل بيرجع لمجلس إدارة وبيحصل. فالقصة الحمد لله أدام أنت في إطار إنك شغال شغلك بأسلوب علمي وبعيدا عن أي انفعالات وبطريقة إدارة صح، ما بتخشش في الكلام ده. وإلا هقول لحضرتك حاجة حلوة قوي، إحنا قريب الحمد لله الميزانية والجمعية العمومية يعني كان في ثقة في المجلس، ولأن كان أمنيتنا إنها تكتمل اللي هي مناقشة الميزانية. حضرتك لما ترجع بالتاريخ هتلاقي مثلا إن إحنا تولينا مجلس إدارة النادي الأهلي، كان في ما تولناش النادي كان عامل ميزانيه وعرضت على جمعيه عموميه، ميزانيه مؤخره، لان كانت اخر ميزانيه كانت في 30/6. تمام. والقانون او اللائحه اللي كانت الاسترشاديه اللي كانت موجوده ما فرضتش على زملائنا في المجلس السابق ان هم يعملوا جمعيه عموميه تناقش الميزانيه. تمام. طب لك ان ترى ان احنا بقى ايه الفتره اللي فاتت، عمل الاستاذ خالد ضرندلي امين الصندوق بجهد غير طبيعي مع ادارات النادي، فعمل مع المحاسب القانوني مع غيره، فعمل الميزانيات المتعلقه بفترات كتيره اللي هي فترات متعدده، ما حدش طلع قال اصلا احنا، لان ده هو ده استمرارا، ولا حد بيطلع يتكلم. اما جه التقرير قبل كده سواء في شويه ملحوظات على حاجات متعلقه بمجلس النادي حالي سابق مش عارف الكلام ده ممنوع، بنرد على النادي الاهلي حصل على طول، رئيس النادي شكل لجنه على طول للقيام بالرد، ولو حضرتك لو شفت كله ده بترد على النادي الاهلي سواء سابق. احنا كاسلوب شغل اللي هي برضو حضرتك يتماشى مع العمل الجماعي والمؤسسات المحترمه اللي هي بتعمل مع كيان اسمه النادي الاهلي. جميل. مش مع اشخاص. جميل قوي جميل قوي. وانا جاي في الطريق النهارده هقول لك حاجه كده جميل، نطلع شويه.